مرحبا شباب، أنا حيدر وأنت تشوف قناة رايت كليك. بحلقة اليوم راح أتكلم عن عطرين من العربية للعود. حسب رأيي هاي العطرين ممكن أني أستعملهم لسنة كاملة، لكن قبل ما أبدي هذه الحلقة أطلب من عندك أنه تشترك إذا أنت ما مشترك، تفعل الجرس ولا تنسى تكبس على اللايك. خلينا نشوف. والله مجموعة منطيني من الـ تيستر. العطر الأول أكثر عطر تقريباً لقرواج، اللي هو Invictus Legend Eau de Parfum 200 مل، بأخذتها حوالي أقل من 100 دولار. دوتشي أند غابانا كي أو كينج، أتصور كي أو كينج. الأو دو بارفام 150 مل بحوالي 70 دولار، بارغن. وآخر شيء وهو هذا يعني السبب الرئيسي اللي خلاني أشتري الأكوا دي جيو أرماني نسخة البروفوندو، اللي هو الإنتاج الأخير هذا، تقريبا 200 مل بحوالي 100 دولار. أنا عندي الإنتاج الأولي، صور هو الإنتاج الأولي قريب إلى حوس من رصاصي. هذا شوي سويتي أكثر نوعا ما العطر، 200 مل مثل ما ذكرت كان سعره حوالي أقل من 100 دولار، 90 دولار تقريبا. Eau de Parfum نسخة شوي تحسها سويتي، يمكن فريش هي لكن نوعا ما سويت. يمكن هذه بالأجواء الليلية إذا أريد أخذها أكيد راح أرتديها. العطر الآخر من دوتشي أند غابانا مثل ما ذكرت نسخة Eau de Parfum، عطر جميل لكن أعرف كل الزين أني هذا العطر ما يجيب لك هذا الإطراء اللي أنت تتوقعه، لكن بصراحة السعر اللي قدرت أحصله 150 مل بحوالي 70 دولار كانوا عاملي أفر. تصور ممتاز السعر بصراحة مثل ما شايفين. يا دوتشي أند غابانا كي واو، والله جميل بصراحة. أنا أتذكر استعملت فترة نسخة الأو دو تواليت، لا أكو فرق كبير، هذا واضح أكثر حدة، لكن هذاك كان فواح بصراحة، بس مشكلته كانت ثباته تعيس. هذاك كان ثباته مش بهالليفل اللي تتوقعه. والملك هذا أنا حسب رأيي هذا جربته، أخذت تيستر من عنده فترة جربته، يجيب إطراءات بسهولة، يجيب لك الإطراء ثبات وفوحان انفجاري. أنا أتصوره هذا 200 مل لبروفوندو، نسخة لبروفوندو مش لبروفورمو. هذه النسخة كثير جيدة، ثبات وفوحان ممتاز. شوف حتى شكلها تحسه أزرق، أفتح الأسود اللي هو البروفورمو، هذه اللي هي تحسها زرقة، هاي أنا حسب رأيي يمكن هاي النسخة راح تحقق فد شيء هاي. أتصور هاي النسخة كثير قريبة، أو يمكن هاي بها القشور المندرين قوية، أقرب إلى الإنتاج الأول اللي هو أكوا من جورجيا أرماني، إذا تتذكرون النسخة البيضة أول ما نزل كان يعاب على ثباتها لكن فوحانها كانت ممتاز. العطر اللي هذا حسب رأيي دائما أفضل أني أستعمله بالأوقات الباردة، اللي هو روز وود من العربية للعود. مثل ما ذكرت العطرين اللي راح أتكلم عليهم من شركة واحدة اللي هي العربية للعود، هذا العطر أفضل أني أستخدمه بالأجواء الباردة لمدة 4 أشهر أو 5 أشهر، والعطر الآخر راح يكون العطر الصيفي. العطر هذا مثل ما واضح من الاسم روز وود، يرتكز ارتكاز كبير على الورد، ورد الروز تحديدا، وراح تلاقي ليه فد نسبة جدا جيدة من العود والفانيليا، لكن الفانيليا بصراحة مش كثير ضاربة، والمسك. العطر من أول ما تستعمله، أول ما راح تشم الروز، ورد الروز كثير ضارب صراحة. إذا أنت تفضل الورد بالعطور فهذا العطر أنا جدا أرشح لك إياه. العطر يمكن يميل أكثر نوعا ما للجانب النسائي حسب رأيي هذا، لكن ماكو أي مشكلة الرجال كمان يستعملوه.
بحكم طبعا وجود الروز، الروز مثل ما ذكرت ضارب بي العطر. اذا انا ما غلطان 100 مل كان سعره شويه مرتفع بحوالي 120-140 دولار، لكن بصوره عامه العربيه للعود يعملون افرات 50% او اشتري عطر احصل على العطر الاخر مجانا، فممكن تحصله بافر بصراحه اذا ما مستعجل انك تشتري. العطر دارك نوعا ما، ثبات وفوحان بصراحه، ثبات تحديدا فوحان العطر جيد مو اكثر من جيد، لكن ثبات العطر اكثر من ممتاز، يعدي وياك 12 ساعه ممكن حتى لا يوصل لل 18 ساعه بصراحه. اذا اتكلم اذا تستعمل على الجسم، اما اذا على الملابس فممكن جدا انه يعدي وياك 24 ساعه. طيب خلينا نوصف العطر وكميه الروز اللي موجوده به. اذا اول بالافتتاحيه العطر اول ما تشم راح تلاقي الروز، و اكو فد هنت من العود ضارب بي كمان، العود الكمبودي. انا اصور هذا العود الدارك بصراحه، لكن الروز ماخذ الحيز الاكبر من العطر بحد يوصل وياك ممكن حتى لل 70% من ورد الروز. الفانيليا راح تحسها بعد يمكن اكثر من ساعه، لكن بصوره بسيطه جدا ما توصل اكثر من 30-40%. راح يبقى وياك الروز هو الدومينين، هو المسيطر بالعطر. واخر شيء راح يبقى وياي بالعطر اللي هو المسك، وممكن شويه تحس باللبان لكن مو بهاي الصوره. انا بعدني دا اشوف العطر جدا دارك بصراحه، لهذا اني افضل استعمل هذا العطر بالاوقات البارده على مود اقدر استمتع به. وغير هذا لانه العطر كلش قوي وثيك ودارك، ما اريد ياثر على اللي حواليه، فمستحيل هذا اني استعمله بالاوقات الحاره. معدل سعره لهذا العطر ده يتراوح بين ال 100 مثل ما ذكرت 100-120 دولار تقريبا، لكن تقدر تحصله بافرات ممكن تحصله تحت ال 100 دولار. حسب رايي اللي يرتدي لهذا العطر الكبار نوعا ما، يعني اكثر من 30 وفوق، ما افضل الجو الجامعي يستعمله، ما افضل الشباب تستعمله بحكم هذا الثيكنس اللي موجود به. ويمكن هاي الثيكنس كلها جايه من العود الكمبودي بصراحه. صح اكو كميه من الروز كبيره، لكن العود ايضا قد ما هو ثقيل، فلهذا انا ما افضل اني استعمل الشباب تستعمله بصراحه. إذا تحب تستعمل العطر ممكن أنك تستعمله بالأوقات الليلية بالجو البارد، ما أفضل تستعمل العطر بصراحة للأوقات العمل، لأنه العطر كثير ثيك وهيفي ممكن جدا أنه يؤثر على اللي حواليك. العطر الآخر من العربية للعود اللي هو Arabian Night، شكل العلبة بصراحة كثير جميل. أنا هذا العطر من أول ما اشتريته كان عاجبني حتى التغليف والعلبة مالته. العطر شكله أنيق وتغليفه رائع جدا بصراحة. العطر حسب رأيي هذا صيفي، ممكن اني استعمله على الفترة المتبقية من السنة. العطر الاول اللي قلته بالجو البارد، هذا العطر افضل اني استعمله بالاوقات الحارة. العطر حسب رأيي جميل جدا اذا انت تحب، ما اريد اقول قريب او مشابه الى كريد افنتيس، لكن اذا تحب هاي الافتتاحيات السترس فهذا العطر جدا راح يعجبك بصراحة. العطر نظيف جدا شبابي نوعا ما، يعني افضل الكبار بالعمر اكثر يستعملون، لكن ما عندي مشكله ايضا الشباب تستعمله. العطر هذا اذا تقدر تحصله بافر ممكن حتى يتراوح بين 60-70 دولار، لكن هو سعر العطر هذا حوالي 120-130 دولار. عاده العربيه للعود يسوون افرات 50%، لهذا انا اقول حاول تنتظر الى ان تلاقي الافر اللي تشتري للعطر. العطر افتتاحيته جدا رائعة بصراحة. أنا يمكن الافتتاحية هاي تعجبني مثلها مثل عطر بولغاري الأمارة، العطر المدور البراون، هسه تقريبا هذا انفقد من السوق. وأيضا ما أريد أقول يشبهه أبدا، لكن هاي الافتتاحية الحمضية مع وجود لمسة جدا جميلة من الورد الياسمين بصراحة. العطر رائع جدا، فريش منعش. هذه بالنسبة للافتتاحية. قلب العطر يتكون من عندك السينامون والروز، لكن الروز بصراحة لا تخاف، يعني لا تتخيله مثل الروز اللي موجود بروز روز وود اللي بالعطر الآخر الأول اللي ذكرته أبدا. العطر هذا الروز اللي موجود به جدا فنهنت بسيط بس علشان يعطي السلاسة، لكن السينامون أو القرفة مبينة أكثر به. أنا رحت أول ما استعملت العطر أول ثلاث نوتات رأساً حسيت بيها بصراحة، اللي هي السيتروين اللي مذكورة والقرفة والأخشاب. هذه أكثر ثلاث نوتات دا أقدر أحس بيها ودا تبقى مسيطرة وياي، رغم أنه الخشب ما يبين كلش بالبداية، لكن أنا قدرت أحسها بصراحة.
وبعديها تبدي النوتة الياسمين طبعا تخف، لكن راح يبقى وياي السترون، راح يبقى وياي ايضا السينامون او القرفة والاخشاب، فانيليا اكو شوية. طبعا اجمل ما بالعطر انه بالقاعدة مالته اكو فد لمسة من العنبر دا تطيف الدفو. العنبر هذا اللي موجود وطريقة مزجه مع السترون اللي هو بالأوبنينج، لأنه تبقى يعني النوتة الحامضية تبقى مسيطرة وياي إلى قاعة العطر. طريقة مزجهم بصراحة جدا جميلة. العنبر عادة ما يعطيني، أنا أحسه يعطيني الأجواء الحارة، يعطيني شيء حار، لكن هذا الطريقة اللي مزجوه بين العنبر والافتتاحية الحامضية هاي جدا جميلة بصراحة. المأخذ الوحيد حسب رأيي على هذا العطر أني أقوله، واللي تفاجأت به بصراحة، أنه أداء للعطر ما كان جيد أبداً. تفاجأت بعطور العربية عادة تكون لونجيفيتي وفوحان وثوات رائع جداً، لكن هذا افتتاحيته ممكن تطول وياه ساعة إلى ساعتين، تشع وبروجكشن ممتاز جداً، لكن ثبات للعطر 4 ساعات أني أقدر أقول عليه. هذا يعني ما أريد أقول 5 هواية أتصور، لكن 4 ساعات هذا بالنسبة لي ثباته للعطر. سعر العطر تقدر تحصله بأفرات أكثر يعني بين 60 و70 دولار، لهذا أنا أرشحه بصراحة للشباب. إذا كل 4 ساعات أو 5 ساعات تقدر تتعطر به مرة ثانية، أو تأخذ أوتومايزر صغير أو تأخذ الأوتومايزر تبع السفر هذا وتتعطر به من جديد، مو غلط بصراحة، لأنه سعره لا بأس به إذا تحصله بأفر. هذا كل شيء بالنسبة لحلقة اليوم. أطلب من عندك أنه تشترك، إذا أنت مشترك تفعل الجرس ولا تنسى تكبس على اللايك.